مرحبا بكم في اللحظات هذه. تلعبوا زوز مقابلات مؤجلة من الجولة الرابعة من البطولة. البداية بلقاء صفاقس بين النادي هذا الصفاقسي ونادي البنزرتي. يحضروا مراسلنا في صفاقس فتحي بوجناح. فتحي مرحبا بك. مرحبا بسامي انتكم مستمعين في مدهيك. نلعبوا في 4 دقائق لعبوا النتيجة مازال التعادل بين النادي الرياضي الصفاقسي وضيف النادي البنزرتي هنا في ملعب الطيب الأميري. عدد كبير من الجماهير حاضر لدعم النادي الرياضي الصفاقسي في المقابلة هذه اللي يحتاج فيها الانتصار على مستوى التشكيلات. تشكيلة النادي البنزرتي خالد عدياني حارس مرمى مع إيهاب المباركي شاهين بلول حمزة بصغير وليس بريدي قدامه محسن كونتي ملك بلعبي أمير بشيخ واسالي بوسو في الهجوم حمد علي الوريمي ومارتينيز بوري. بالنسبة لتشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي أيمن دحمان هو حارس مرمى على اليمين محمود غربال على اليسار محمد أمين الحمروني في محور الدفاع محمد النصراوي على غرام وسط الميدان فارس نادي عبد الله العامري حسين علي أنس الشبلي وفي الهجوم أشرف الحباسي واسماعيل زكيتي. المقابلة هذه يديرها الحكم محرز المالكي والمراقب شكري سعد الله ومن جد ما تمش فرصة إلى حد الآن جدية من الجانبين فهمي. شكرا لك فتحي. من صفاقس نمشيو لسيدي بوزيد. لقاء أولمبيك سيدي بوزيد النادي الإفريقي ماتش من المجموعة الثانية. يحضروا مراسلنا محمد صالح الغانمي. محمد صالح مرحبا بك. مرحبا بك فهمي. أقل من دقيقة في هذه اللحظات باش تنطلق المقابلة اللي باش تجمع النادي الإفريقي وأولمبيك سيدي بوزيد. وتو باش نعطيك تشكيلة الفريقين. ما بداش الماتش محمد صالح ما بداش. لا علاش؟ تو باش مازال إلى حد الآن معناتها الفريقان موجودين ومع الحكم موجودين على الساحة في الملعب. ما فهمتش علاش أمور تنظيمية الأمن شنية بالضبط ما خاطر لأنه تقريبا المفروض أنه تو على الأقل ثم 4 دقائق 5 دقائق لعب المفروض. لا يبدو لي أنه توقيت ما فهمش علاش. باهي تو نفهم من بعد مش مشكل. تو نفهم من بعد إذا كان ثم أسباب. على كل تشكيلة زوز فرق. داكو النادي الافريقي بالنسبه للفريق الضيف النادي الافريقي في حراس مرمى معز حسن معاه نادي الغندري وتوفيق الشريفي وغازي عبد الرزاق وادم الطاوس وعزيز القاسمي امادو سابو واحمد خليل الكابتن وحمدي العبيدي وادم قرب ومحمد علي العمري. وبالنسبه لقائمه الفريق المحلي رامي جريدي في حراس المرمى لويس اوريكي زياد زعفوري منعم حسني حمدي هلال مايكل اغواشي كريس جونيور محمد النصري بهال ابراهيمي خالدون منصور وحسن الشلي. وبالنسبه لقائمه البدلاء بالنسبه للفريق الضيف نور الدين الفرحاتي رامي البدوي حمزه العقربي وسام بن يحيى نبيل عماره شهاب العبيدي يوسف سنانة ياسين الدريدي وصابر خليف ومدرب الفريق سعيد السايبي. بالنسبه لقائمه البدلاء لاولمبيك سيدي بوزيد علاء ابراهيمي كريم زعفوري ماكسيمين جاو وبدر المولهي وعلاء بن رمضان ولؤي البراهمي ويهاب العيساوي وائل الصالحي وحمزه النصري ومدرب الفريق حسن الجاب. والماتش مازال ما بداش. والماتش مازال ما بداش الى حد هذه اللحظه. بالضبط وتقريبا ثم ما يقارب على 7 دقائق في ماتش نادي الصفاقسي ونادي البنزرتي وباقي النتيجه 0-0. دونك تاخير غريب نوعا ما في ماتش سيدي بوزيد بين اولمبيك سيدي بوزيد والنادي الافريقي. بالرابطة الثانية الدفعة الثانية من المجموعة التاسعة المجموعة الثانية حاليا كيف قاعدين يتلعبوا المباريات تطلقوا ماضي ساعتين شبيبة العمران القلعة الرياضية النادي حمنلف مكارم المهدية سبورتينج بن عروس الملعب الجيبسي الملعب الصفاقسي واجه سبورتينج المكنين قوافل قفصة هلال المساكن ترجي زيز جمعية جربة. في السعودية مع الأربعة العدالة يواجه أبها فريق سعد بقير. في مصر الإسماعيلي منهزم 1-0 أمام المصري البورسعيدي اللي فيه مواجهات بين ملاعبية توانسة. حمدي النجاز مع الإسماعيلي أساسي في راس شوارع تحتياتي وإليس الجلاسي مع المصري البورسعيدي يلعب أساسي. مع الأربعة المقاولون يواجه الزمالك الستة الأهلي يواجه سموحة. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم اللي تلقاوها على السيت موزايكا فام بونت.